في العام 1900 في 15 من فبراير على وجه التحديد توفيت جاكلين لاتور مدام بونعلا زوجة علي بونعلا، كانت في 61 من العمر وكان السرطان قد أنهكها. حضر ولداها التوأمان جمال وكمال جنازتها. بعد بضعة أيام كان عليهما أن يعودا إلى عملهما. كان كمال جنديا في فرقة مدرعات بفرنسا، بينما كان جمال جنديا في قوة المظليين المتمركزة في غوادالوب. عاد علي بونعلا وحيدا كما كان وحيدا أيام الصبا حين كان يرعى الماعز في تلك القرية النائية بناحية أكادير. منذ الأسبوعين الأولين بعد رحيل جاكلين أحس بأن أحوال تجارته لم تعد كما كانت. كان افتقاده إلى حساب بنكي يعيق تعامله مع المزودين، وكانت المؤسسة البنكية حيث كان لجاكلين حساب تجاري قد عمدت إلى تجميد ذاك الحساب مباشرة بعد أن بلغت بوفاة جاكلين. بعد نحو شهرين من رحيلها تجرأ علي على البحث في أوراقها الخاصة، وقد عثر بين تلك الأوراق على ظرف مغلق كان مكتوبا عليه: هذا إلى علي الذي أحببته كما أحبني. بكى الرجل، ولما هدأ فتح الظرف كانت به وصية جاكلين ورسالة تبلغها فيه بأنها قبل فترة حولت كل ما تملكه إلى اسمه. كان رجاؤها الوحيد أن يعتني بالولدين كمال وجمال. على مدى سنوات تلت ظل بعلي وحيدا. كانت تجارته رائجة وقد أوكل تدبير الدكان إلى أحد معارفه. كان ولداه يزورانه مرتين كل عام، ثم تباعدت الزيارات وصارت نادرة. في العام 2000 كانت قد مرت 40 سنة على استقرار علي بونعلا في فرنسا. هو الآن في 62 وفق أوراقه الإدارية. كان القادمون من المغرب وخاصة من أبناء منطقة سوس يحكون له عن التطور الذي عرفته المنطقة وعن المشاريع السياحية وعن السياح. أحس بالحنين إلى الأرض التي خطى عليها خطواته الأولى، إلى تلك الوجوه التي تذكره بأيام الصبا، تلك التي كان فيها جائعا. فكر علي بونعلا في العودة إلى القرية. في مطلع يونيو من العام 2000 حل بأكادير، وقد فاجأه كل ذلك التغيير الذي عرفته المنطقة. تمكن من الوصول إلى قريته التي لم يتغير اسمها، لم تعد معزولة كما تركها قبل 40 عاما. لم يتذكره أحد في القرية، الذين كان يعرفهم رحلوا إلى دار البقاء أو إلى المدينة. ومع ذلك فإنه قرر أن يتخذ له ضيعة في القرية أو في مكان قريب منها. بعد أيام عاد إلى فرنسا وقد ترسخت في نفسه تلك الرغبة في العودة إلى سوس. قام بتحويل مبلغ هام من مدخراته إلى حساب كان قد فتحه بفرع إحدى المؤسسات البنكية في أكادير. اتصل به السمسار الذي طلب منه البحث عن ضيعة. بعد 3 أيام عاد إلى أكادير ونزل أحد الفنادق الفاخرة. في اليوم التالي التقى السمسار ورافقه إلى الضيعة لمعاينتها. راقته وكان على موعد بعد 3 أيام مع صاحبها للاتفاق وتوقيع عقد البيع. في اليوم المحدد للقاء حضر السمسار إلى الفندق، طلب من موظف الاستقبال المناداة على علي بونعلا. كانت الساعة تشير إلى 10 صباحا. لم يرد على الهاتف. كان موظف الاستقبال شبه موقن بأن علي بونعلا لم يغادر غرفته بعد. ولما كرر الاتصال بالغرفة دون أن يتلقى ردا طلب من أحد المساعدين أن يطرق باب الغرفة التي يشغلها الرجل. لم يكن يرد. إذ ذاك قرر موظف الاستقبال أن يتوجه إلى الغرفة التي كانت في الطابق الأول. كانت معه نسخة من المفتاح. لما انفتح الباب كان علي على السرير. ناداه الموظف ولكنه لم يستجب ولم يتحرك. دنا منه، لم يكن يتنفس. أغلق موظف الاستقبال الباب وعاد إلى مكانه، ثم اتصل بمدير الفندق. تبين أن الرجل قد فارق الحياة. حضرت الشرطة لاحقا
أكد الطبيب الشرعي أن الوفاة كانت طبيعية. ضابط الشرطة الذي تولى متابعة القضية اكتشف بين أوراق الهالك وثيقة مصرفية تثبت المبلغ الذي قام بتحويله إلى حسابه البنكي في أجدير، كان مبلغا كبيرا. كانت تعليمات النيابة العامة أن تبلغ المؤسسة البنكية بوفاة علي بنعلى حتى لا تمتد يد آثمة إلى المبلغ الذي أودعه حسابه في انتظار أن يتضح ما إذا كان له ورثة يرثونه. كان الذي أوكل إليه علي بنعلى تدبير دكانه في ليل يتلقى منه اتصالا هاتفيا كل يوم تقريبا، ولكن أخبار بعلي انقطعت، مر شهران الآن دون أن يتلقى منه اتصالا. صار الأمر يقلقه، اتصل بولديه جمال وكمال، تمكن بعد عدة محاولات من الاتصال بكمال الذي حضر إلى ليل. أبلغه الرجل بأن والده سافر إلى أجدير وأنه قام بتحويل مبلغ مالي هام إلى حساب بنكي هناك لأنه كان ينوي شراء ضيعة، ولكن أخباره انقطعت منذ ما يزيد عن الشهرين. حمل كمال معه كل وثائق والده ثم ركب أول طائرة كانت متجهة إلى أجدير. قبل السفر كان قد أبلغ شقيقه جمال بالأمر. فوجئ كمال بالعمران والمناظر الخلابة لأجدير، لم يكن لديه عنوان، ولذلك اتصل بمفوضية الشرطة. هناك أخبر بأن والده توفي وفاة طبيعية بينما كان نائما في فندقه. تسلم كمال الوثائق التي كان والده يحملها معه، وفي جملتها تلك التي تثبت عملية تحويل المبلغ المالي. عاود كمال الاتصال بشقيقه جمال، أبلغه بأن والدهما قد توفي وتم دفنه في مقبرة بأجدير. أبلغه أيضا بأنه سيعمل على استكشاف أمر المبلغ المالي الذي كان قد حوله إلى حسابه البنكي في أجدير. في الغد تقدم كمال لدى إدارة الوكالة البنكية التي يوجد بها الحساب البنكي لوالده. بدا مدير الوكالة حين استقبله وقد فوجئ بظهور هذا الوريث. قدم كمال نسخة من جواز سفره ووثائق أخرى تثبت أنه ابن علي بنعلى. بحث الموضوع وضرب له مدير الوكالة موعدا في الغد. كان كمال في الموعد، رحب به مدير الوكالة وأبلغه بأن تصفية قضية الحساب البنكي تقتضي بعض الإجراءات وأنه في الانتظار، يدعوه إلى تناول قهوة خارج الوكالة. ركب سيارة كان يقودها أمين الصندوق في هذه الوكالة. أخذوا طريقة رودانت. قال له مدير الوكالة إنه يقترح عليه زيارة إلى ضيعته. سر كمال بذلك، وما أن نزلوا من السيارة حتى قام مدير الوكالة البنكية والذي معه بتقييده ودفعاه إلى داخل غرفة حيث ربطاه إلى سارية هناك ثم أغلق الباب. كان أمين الصندوق يبدي ترددا في اتباع ما يخطط له مدير الوكالة. في تلك الأثناء وصل إلى ليل الابن الآخر لعلي بنعلى جمال. أخبره الذي يتولى شؤون الدكان بأنه لم يتوصل منذ بضعة أيام بخبر من كمال. كان الأمر مقلقا. كان الرجل قد احتفظ بنسخ من وثائق علي بنعلى، سلمها إلى جمال الذي سافر على الفور إلى أجدير. ظن أن الوكالة البنكية ستكون منطلقا جيدا للعثور على شقيقه. لكم أن تتصوروا لحظة استقبله مدير الوكالة، لكم أن تتصوروا كم كانت مفاجأته كبيرة. لاحظ جمال ذاك الاضطراب الذي اعترى الرجل. لما سأل عن شقيقه عرض عليه مدير الوكالة أن يقوده إلى حيثه. استنفر الأمر كل الشكوك في نفس جمال الذي قال إنه سيطلب مساعدة الشرطة. وفي لحظة غضب وتوتر لم يكن لهما من مبرر في نظر جمال، قال مدير الوكالة إنك لن تعثر عليه حتى وإن استعنت بالشرطة. غادر جمال الوكالة البنكية وقصد إلى مقر ولاية الأمن، طلب مقابلة الوالي. أبلغ عن التصرف الغريب الذي صدر عن مدير الوكالة البنكية. أوكل الأمر إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. دون ما انتظار انتقل رفقة الفرقة الجنائية الرابعة إلى مقر الوكالة البنكية لاستيضاح الأمر. كان أمين الصندوق أول من تم استجوابه. كان مرتبكا وما لبث أن انهار.
أقر بأن مدير الوكالة أجبره على تحويل المبلغ المالي من حساب علي بنعلة إلى حسابه الخاص، وأنه لقاء ذلك أعطاه 300,000 درهم. أنكر مدير الوكالة، أنكر أن يكون اتصل به شخص يدعى كمال بنعلة، كما أنكر أن يكون استحوذ على مال علي بنعلة. كان إنكاره مضحكا، فقد اعترف شريكه من قبل بكل شيء وبكل تفصيل. صفد مدير الوكالة وأمين الصندوق وقادا الباحثين إلى تلك الضيعة، حيث عثر على كمال بنعلة في حالة إرهاق شديد، لم يكن قد تناول طعاما ولا ماء منذ عدة أيام. لما لم يعد من مهرب أمامه، اعترف مدير الوكالة بأنه سخر مال علي بنعلة لشراء عقار كانت المؤسسة البنكية قد طلبت مصادرته وبيعه في المزاد العلني. توبع الرجل وصاحبه من أجل خيانة الأمانة واحتجاز شخص والتخطيط لاغتياله. بالنسبة لكمال وجمال، فقد كان اللقاء هو لقاؤهما الأول على أرض الأجداد.